سيطرة يجب سيطرة. قطاعات المعالج المراقبة وسيطرة هذا الشرطة قبل جدوان أفضل. أخي أمر إلى كل سيطراتنا الخارجية لمحافظة واسط والداخلية وأمراء الأفواج ومدراء الأقسام في الأقضية والنواحي، يطبق حظر التجوال الشامل والتام داخل المحافظة من شمالها حتى جنوبها بدءا من الآن، وذلك تنفيذا لتوجيهات خلية الأزمة لكثرة حوادث الإصابات بمرض كورونا لهذا اليوم حيث تجاوز 40 وللأسف. ونطلب من كل أهلنا وناسنا داخل المحافظة التعاون التام مع القوات الأمنية وتطبيق حظر التجوال الشامل حفاظا على سلامتهم وأرواح المواطنين كافة، وتلافيا لحدوث كارثة داخل المحافظة لا سامح الله. وكذلك نهي بأهلنا وناسنا داخل المحافظة بمنع إقامة التجمعات بالنسبة للفواتح أو المناسبات الأخرى أطلاقا، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف هذا الأمر. استلمت أخي.